بالأيام الماضية شهد لبنان حدث أرثوذكسي بامتياز اليوم الثقافي السنوي السادس للقاء الأرثوذكسي في لبنان تحت عنوان القداسة في أنطاكيا الواحدة. اللجنة الثقافية بهاللقاء أقامت هذا اللقاء الثقافي بظهور الشوير بحضور فعاليات أرثوذكسية من نواب، من لقاء أرثوذكسي، من حركيين وأيضا من مؤمنين وأكليروس أرثوذكس. لكن الأهم أنه محاور هذا اللقاء تناولت عدة عناوين وموضوعات، من ضمنها أنطاكيا رهبنة وقداسة، أنطاكيا رعاية ونسك، وأبعاد تحدي كنيستي أنطاكيا وروسيا. طبعا مثل عادتهم وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع، البعض منا بجانب إيجابي والبعض منا بجانب سلبي، لكن الأهم كان بهالمحور في نسمح لحالنا ونقول هي كيف نسعى إلى تحقيق الوحدة الأنطاكية، وهيدا الشيء اللي عم بيشدد عليه غبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر ومجمعنا الأنطاكي المقدس. اليوم كان المحامي والكاتب سامر عوضي اللي هو من أبرشيت اللاذقية كان من الحاضرين والمشاركين بهيدا اللقاء. طبعا اليوم رح يحدثنا أكثر عن أبعاد هاللقاء الثقافي الأرثوذكسي ولماذا تم التشديد على الوحدة الأنطاكية. سامر بدي رحب فيك بداية عبر شاشتنا تيلي لوميير. أهلا بك. تعودنا دايما هيك نستقي منك حيثيات كل هاللقاءات اللي عم بصير وحضرتك عم تكون خير مشارك فيها. شكرا. الحقيقة كان ب 23 أيلول يوم السبت الماضي ببلدة دهور الشوير يلي طبعا نصلي لرئيس دير مار الياس شوية الأسقف كوستا كيال بالشفاء العاجل، نطلب من الرب أنه يسعى لمماثلته للشفاء. أقام اللقاء الأرثوذكسي اليوم الثقافي السادس يلي طبعا إذا هيك شوي بدنا نعطي خلفية تاريخية، عملوا 5 أيام ثقافية سابقا لتكريم المطران جورج خضر والمطران مطران جبال لبنان، حتى صارت لسيدنا مثلث الرحماية أنطونيو شدراوي كمان وقتها كرموه، أنا كنت موجودة. واليوم للترتيل البيزنطي في أنطاكيا ويوم عن روسية في لبنان، يعني كنيسة روسية في لبنان، واللي أنشأت اليوم هي الدكتورة أمل ديبو يلي فارقتنا من فترة بسيطة، هي اللي كانت. واليوم مستلم اللجنة الثقافية باللقاء الأرثوذكسي الأخت أليكسا قيامة اللي هي من أعضاء حركة الشبيبة الأرثوذكسية. سامر خبرني أكثر عن الوحدة الأنطاكية. اللي هو كان التركيز عندهم على القداسة في الأنطاكيا الواحدة. اليوم للأسف في بعض مثل ما حضرتك ذكرتي من شوي بعض الجهات التي لها مسعى بإظهار الاختلاف بين أو الخلاف بين أنطاكيا الواحدة. نحن نقر أنه في أكيد توجهات وهذا الشيء طبيعي، لسنا في عنا كل إنسان وهذا الشيء طبيعي، الاختلاف هو غنى تماما، ولكن ما في خلافات. والدليل هو الانعقاد المجامع بشكل دوري، واللي نحن نعتبر أن المجمع الأنطاكي ليس تجمع لأفراد وإنما هو عنصرة متجددة يكون روح القدس هو الذي يجلل تلك الروح المجمعية التي تشمل روحنا المجمعية. هذا اليوم لم يأتي كرد، نحن ما منرد على حدين، نحن منحاول أننا نقدم الخطاب الحقيقي الذي يعبر عن نمطية أنطاكيا التي دائما تلعب الدور الجامع لكل الكنائس على مستوى العالم الأرثوذكسي وكم بالحري على المستوى الداخلي. لهيك يجب نحن اليوم كان في ناس من روسيا، كان في ناس من أنطاكيا، من سوريا، من لبنان، في سياسيين، في مثقفين، في رجال اقتصاد، في ممثلين عن الحكومة اللبنانية وغيرها، لحتى نقول لكل الناس أنه نحن نجسد يعني
قانون الإيمان، دستور الإيمان، وقت اللي بيوصف الكنيسة بيقول كنيسة وكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وقت اللي بيوصف الكنيسة بأربع صفات اثنين منهم هنن أنها واحدة وجامعة. أكيد في اختلافات لاهوتية بين كلمة واحدة وجامعة، مع أنها هلأ بيصدد الحديث عنها، بس أنه في نحن دائما هيدا التأكيد على هيدي الروح الواحدة في الكنيسة الأنطاكية. طبعا وجود اللي عم يحاولوا أنه يشوهوا هذا المفهوم، هذا الشيء يصطف له كل إنسان له رسالته بالحياة. نحن ككنيسة واحدة رسالتنا أن نؤكد على الوحدة، ولا سيما أن التأكيد على الوحدة لم يكن من خلال يعني هيك إذا بدنا نقول مطلق العنان، وإنما من خلال إظهار وجوه قديسين معاشين عايشناهم في أنطاكيا، يلي هن مثلا يلي هن كما انتقيوا المطران بولس بندلي راعي أبرشية عكار الأسبق المثلث الرحمة، والأب إسحاق عطلة يلي هو راهب آثوسي من لبنان في جبل آسوس، والأب الياس مرقص عميد الرهبنة الأنطاكية اللي هو أول راهب أسس للرهبنة الأنطاكية بالعصرنا الحديث عام 1957، والشماس العلامة سبيرو جبور. يعني نحن ما بدنا الوحدة كمبدأ قائم بحد ذاته، وإنما كتجسيد لعلاقتنا الطيبة مع الرب في هذه البلاد الجميلة. نعم. قد ايه حسيت بهالمحاور يلي تم تلاوتها على مدار الايام الثقافيه اللي صارت انه في هواجس، وما في هواجس اليوم عند ابناء الكنيسه الانطاكيه الارثوذكسيه؟ هل بتشوف اليوم فكره الاقصاء ابناء الطائفه عن حقوقهم او ابعادهم عن بعض التعيينات كانت ضمن محور هالعناوين يلي تم تلاوتها وتلاوت مضامينها بهذا اللقاء؟ الحقيقة تم الترفع عن أي شأن داخلي حكومي، سواء كان بأي قطر من الأقطار المتواجد فيها مسيحيو أنطاكيا. هو اللقاء الأرثوذكسي يعني اللي يسعى كي يترفع وأيضا في هيك دائما تأكيد على إعادة الدور الريادي الجامع لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية على المد القومي والأمة العربية، وليس الدخول في التفاصيل. طبعا في بعض الأمور تم التركيز عليها عرضا، ولكن الأساس كان إظهار أنه دور المسيحيين بشكل عام والأرثوذكس بشكل خاص هو تجسيد الوحدة والوحدة الأنطاكية وتقديم رسالة. يعني اليوم نحن بعد بال 2018 عم نحكي عن مثلا مطران عكار اللي توفي عام 2008، لحتى نأكد انه نحن راسخين في قلبه كما هو راسخ في قلبنا، يلي دائما عندنا تأكيد انه دورنا هو اخلاقي هو روحي، كان ضمن هذا الاتجاه، لم يدخل بالتفاصيل ولم يتعرض للاشكاليات. هلا كان في جزء اخر من الحديث عن يعني علاقاتنا مع علاقة الكنيسة الأنطاكية مع الكنيسة الروسية، يمكن حكي عنا سيدنا نيفون سيئة اللي كان معتمد بطريركي أنطاكي لدى روسيا. نعم، يلي هو ممثل الكنيسة في روسيا ورئيس الأمطوش هناك، يلي كمان منح عام 2008 رتبة شرفية كميتروبوليت، ويلي هو من زحلة يلي كان عم يزور البطريرك يوحنا. وأيضا كان في ممثل الكنيسة الروسية في أنطاكيا اللي هو مقيم في بيروت، كمان تحدث عن العلاقات التاريخية مع أنطاكيا، وأيضا عن علاقته يعني الشخصية، وحقيقة قدم لنا شهادة جميلة بما يتعلق بالعلاقة مع الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا.
نعم، يعني بخلاصة هيدي هالمحاور، هل هناك توصيات صدرت؟ هل في متابعة على هالشيء اللي انحكى؟ ولا هيك مجرد أنه لقاء سنوي صار شيء تقليدي لازم ينعمل؟ هل حيكون في متابعة؟ نعم. هل هالتوصيات اللي صارت بهيدا اللقاء كونه أنه كان فعلا لقاء قوي ساخن، نعم، سوف يتم طرحه مثلا برأيك على المجمع الأنطاكي المقدس يلي مرتقب انعقاده بثلاثة الشهر؟ نعم. بهذا الإطار يعني الحقيقة نحن اليوم إذا هذا الموضوع يعني ظاهريا يلي حضرتك أثرتي بسيط، ولكن كمضمون وموضوع شوي معقد. يجب أن نبين للأخوة المشاهدين أن النمط الأرثوذكسي لإظهار القديسين أو لتطويبهم لا يتم عن طريق تتميم بروسيجر معينة بأنه يرسل محققين ولجنة قضاة وإلى ما هنالك، وإنما الرغبة الشعبية هي التي تكرس الشخص أن يكون قديسا. هلأ بالمرافقة مع ذلك في لجنة مجمعية منبثقة ومكلفة من قبل البطريرك يوحنا لمتابعة المجمع لملف القديسين عن طريق هذه اللجنة. نحن اليوم إذا صح التعبير أهم ما يمكن تلخيصه على هذا الجانب والإطار هو مسعى اللقاء الأرثوذكسي لتأطير بشكل المعلومات والداتا عن هيدول الأربع أشخاص اللي المناخ الشعبي الأنطاكي عموما والأرثوذكسي خصوصا يعترف بهم كقديسين. هون رح نعطي مثل، عندما انتقل المطران بولس بندلي عام 2008 ب2 حزيران حسب ما أذكر، يعني كتب شخص غير مسيحي بجريد بصحيفة الديار حينها عنه، قال أنه قديس للمسلمين قبل المسيحيين. هن هدول الناس أبونا الياس والشماس سبيرو وأبونا اسحاق كوستي بندري، ما فينا ننسى كوستي، الأستاذ كوستي بركي، الدكتور كوستي بركي لمرحلة قادمة، وفي كثير طبعا أسماء آخرين. هدول الأربع أشخاص انتقيوا لأنهم بارزين على الساحة قديسين وعندهم هيدي المنارة. فنحن اليوم فينا نعتبر انه اللقاء الأرثوذكسي اكد المناخ الشعبي العام لهدول الاشخاص، يلي طبعا بعض منهم مثل شماس سبيرو رقد منذ قليل، يعني ما هيك ما صار له زمان، باواخر شهر قبل نيسان بشوي توفي، فما في لسه في بدها اكيد كثير وقت. حتى أبونا الياس بال2011، أبونا سيدنا بولس بال2008، ويعني الأب إسحاق عطلة بال1900 وبعتقد 98. فبمعنى آخر هن لسه شوية يعني بكير، بحاجة لوقت لحتى يكون في أكثر هيك هالناس تكتب وتعبر، لحتى يكون يعني القديس بيطلع من الشعب وليس من الكنيسة. الكنيسة هي فقط تعلن، أما الشعب هو الذي يعترف ويقر بأولويته. سامر، أنا بدي أشكرك على هالمعلومات القيمة عن هيدا اللقاء يلي صار القداسي بالكنيسة الأنطاكية وهالمحاور يلي تمحورت حول أنطاكيا. شكرا لك على حضورك معنا. أهلا.